النشرة المسائية الأولى للأخبار، أهلا بكم. تتواصل في مرتفعات الشعاب العمليات العسكرية، وقد سجل في الساعات الماضية مقتل مشتبه به وفرار مرافقي إثر طلق ناري للوحدات العسكرية عند مدهمتها منزلا مهجورا داخل المنطقة العسكرية المغلقة. مقتل كاهل في 50 داخل المنطقة العسكرية المغلقة جبل الشعنبي بطلق ناري من قبل قوات الجيش الوطني. مصادر عسكرية أكدت أن الهالك لم يمتثل لأمر التوقف وأنه وجد بمنزل مهجور وحاول الهروب بعد مداهمة الوحدات العسكرية المكان المذكور. وأضافت نفس المصادر أن المعني كان برفقته شخص ثان إلا أنه تمكن من الفرار. تقرير الطب الشرعي أفاد أن الهالك تلقى رصاصتين، واحدة على مستوى الجانب الأيمن أودت بحياته وأخرى على مستوى اليد. في المقابل أكدت عائلة الهالك أن المنزل المذكور هو مقر سكن ألماني نافية علاقته بالعناصر الإرهابية المتحصنة بالشعنبي، إلا أن الوحدات العسكرية الميدانية أفادت أنها عثرت بالمنزل المهجور على مؤونة وأموال، إضافة إلى أن الهالك كان يرتدي زيا عسكريا. ومن جهة ثانية أوضح مصدر أمني أن الهالك كان محكوما بقرابة 30 سنة في قضايا تتعلق بالأمن العام منذ سنة 87 و 900 مضيفا أن فرقة الأبحاث فتحت تحقيقا في الغرض. وفي نفس الإطار تتواصل العمليات العسكرية الميدانية بجبال سمامة والسلوم الذي شهد فجر اليوم إطلاق مكثف للنار تبعه تمشيط جوي للمرتفعات. وتأتي هذه العمليات في إطار تتبع خلايا العناصر الإرهابية المتحصنة بجبال القصرين بعد أن تقدمت الوحدات العسكرية مراحل هامة بجبل الشعنبي وسيطرت على نقاط تمركز العناصر الإرهابية. تحركات رافقها تكتم على سير العمليات في انتظار انتهاء المهمة العسكرية. قررت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة في صفاقس تأجيل النظر في قضية شهيدي الثورة بدوس حاتم بن طاهر ورياض بن عون. التأجيل جاء بطلب من لسان الدفاع لإجراء فحص باليستي على صور الأشعة للشهيد رياض بن عون. تم خلال الجلسة الخاصة بقضية شهيدي الثورة وجرحاها من معتمدية دوز والتي تنظر فيها المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس، تم تلاوة قرار دائرة الاتهام، كما تم استنطاق المتهمين في هذه القضية واللذين مثولا بحالة سراح، غير أن إشكالا حصل أثناء الجلسة أثار حفيظة القائمين بالحق الشخصي. اليوم اللي أول مرة نشوفه بدعة قضائية، المحكمة تطلب من كل محامي قائم بالدفاع على عائلة الشهداء يقوم مطلب القيام الحق الشخصي باش يولي عنده صفة استنطاق المتهم، وهذه بدعة ما صارتش بالكل، لأنه منذ الجلسة الماضية تم قبول القيام بالحق الشخصي من طرف عدد من الزملاء، إذا أصبح عندهم الصفة ولسان الدفاع من حقه يستنطق المتهمين. زملائنا نائبو القائمين بالحق الشخصي لهم الحق في توجيه الأسئلة التي يريدون، باعتبار أنه ما المتضررون في هذه القضية اكتسبوا منذ أن قدم المطلب الأول للقيام بالحق الشخصي اكتسبوا صفة القائمين بالحق الشخصي. الإشكال سرعان ما وقع تجاوزه بعد تأييد النيابة العمومية للقائمين بالحق الشخصي لتعود بعد ذلك الأمور إلى نصابها والسماح لهؤلاء بتوجيه أسئلتهم إلى المتهمين، وقد رأى شقة الدفاع أن القضية لا تزال غير جاهزة للفصل. فيه بعض الطلبات التحضيرية، لأن في الواقع قلناها سابقا ونكررها اليوم، وأن التعاطي في البحث والتحقيق في هذه القضية لم يكن تعاطيا مطلوب في مثل هذه القضية، كان تعاطيا سطحيا، بل أنه تعاطي يتسم بعدم الجدية. وقبل انطلاق الجلسة نفذ أهالي شهيدي الثورة وجرحاها بدوز وقفة احتجاجية تطالب بضرورة القصاص من الجنات. وفي جلسة سابقة نظرت المحكمة العسكرية في قضية جريح الثورة بجمنة من ولاية قبلي جمال رحال والمتهم فيها عون الحرس الوطني مسعود زغدود، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 19 من مايو الجاري. شهور مرت منذ صدور قرار إحداث كلية طب في الجهات الداخلية ومدني تنتظر إجراءات تجسد انطلاق إنشاء هذه المؤسسة الجامعية. المجتمع المدني وعلى رأسه لجنة إحداث كلية الطب تحرك من أجل اتخاذ خطوات فعلية.
قرار إحداث كلية الطب مدن وبعد القرار الحكومي وقطع أشواط متقدمة في اتجاه تجسيد هذا القرار بوضع قطعة أرض على ذمة المشروع ومعينة وفد مسؤول الموقع المقترحة، غير أن هذا المشروع لم يتجاوز هذه الخطوات، ما جعل مكونات المجتمع المدني تعلن تخوفها من إمكانية التراجع عن هذا المشروع أمام الشعور بما اعتبروه مماطلة من الحكومة. دورنا كان القيام بدراسة على مستوى محلي وجهوي بالجهة باش نقدموا ملف تقني باش ندافعوا به على المشروع هذا. ما هو معناها مطلوب من الحكومة مع الأسف نحسوا توا كونه ثم مماطلة. هذا الغموض الذي عرفه مشروع إحداث كلية الطب مدنين دفع التفكير في تنظيم تحركات احتجاجية تكونت لأجلها لجنة ستضبط برنامج أشكال الاحتجاج وتأطيرها. هذه اللجنة تم الإعلان عنها في اجتماع للجنة إحداث كلية الطب مدنين مع الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية بالجهة. أول حاجة احتجاجات سلمية بمساعدة المجتمع المدني والأحزاب واللجنة تطبق، هي اللي بتطبق الاحتجاجات هذه. في الوقت الذي تنتظر فيه أعضاء لجنة إحداث كلية الطب تحركات جدية من الحكومة، فإنها تسعى من دورها في البحث عن سبل أخرى لدعم المشروع. أردت اللجنة أنه يتم العمل على بحث سبل تعاون دولية، وكان أحد السبل هذه مع كلية الطب بمونبلي بفرنسا. تحركات احتجاجية ستشهدها مدنين في الأيام القليلة القادمة يمكن أن تصل إلى حد الإضراب العام، تحركات للمطالبة بإصدار قرار كلية الطب الرائد الرسمي. انتظمت وقفة احتجاجية في جامعة صفاقس احتجاجا على ما قيل انه فساد مالي صلب الجمعية العلمية لدعم البحث والإبداع التكنولوجي بالجامعة، ملف نشر تفاصيله على صفحات مجلة علمية جامعية. أبناء المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس فوجئوا بمعطيات تخص ملف فساد مالي في صلب الجمعية العلمية لدعم البحث والإبداع التكنولوجي، معطيات تم نشرها في مجلة أكاديمية عن جامعة منوبة. مدة جمعتين اتفاجأنا بصدور الملف هذا في مجلة أكاديمية تصدرها جامعة منوبة، وبصراحة فيها دي شيفر كبار، فيها دي شيفر معناتها مليارات. ثم لجنة في صلب المجلس التأسيسي تتلهاب بالمواضيع هذه، ما شفنا لها حتى تدخل، ما شفنا لها حتى مشاركة في الموضوع هذا. نستغربوا الشيء هذا، وهذا الكل نعتبره أنا ضد المسار الثوري في البلاد، ونحملوهم زاد المسؤولية السياسية والأخلاقية على التاريخ هذا. خطوات للضغط قصد كشف حقيقة هذا الفساد قام بها أساتذة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس. أول حاجة صار اجتماع عاجل نعقد يوم الجمعة الفارط، وقررنا تعليق أشغال المجلس العلمي، وربما فما حتى خطوات تصعيدية. احنا ماذا بينا ما نصعدوش، احنا لا نتهم حد ولا نصيغ التهم. نحن فما اليوم طالبين حاجة بسيطة، نحب الحقيقة، نحب تسليط الأضواء على الموضوع. طلبنا كمجلس علمي، قلنا راهو ما يصيرش أنه المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس اللي طلبت التفقدية هذه، طلبت اللجنة هذه واللي هي كتبت رابورها وكل شيء، ونقعدوا احنا بدون علم وبدون معناها أي مراسلة رسمية في خصوص ما أنجدت اللجنة هذه وفي خصوص الإجراءات اللي تم اتخاذها. الغموض ما زال يلف هذه القضية، وإن أكدت رئاسة جامعة صفاقس قيامها بالخطوات المطلوبة منها. طلبت أنا من السيد كاتب عام الحكومة حل الجمعية بطبيعة الحال، والتاريخ متاع حل الجمعية هذا أنا نقول لكم عليه بالضبط. الطلب متاعنا في 25 مارس 2013، اللي هو الملف جانا في 7 جانفي، احنا قمنا بالواجب. الخطوة الثانية هي نرفع الأمر للوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، وفعلنا ذلك بنفس التاريخ 25 مارس 2013. راسلنا وزارتنا عن طريق مدير العام للشؤون القانونية باش يرفع القضية، ورفعت القضية باسم السيد المكلف العام بنزاعة الدولة في المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في 4 أفريل 2013. مبالغ مالية هامة ومعطيات مثيرة في هذا الملف، وتحاليل مختلفة في انتظار الوصول إلى الحقيقة عبر القضاء. في سيدي بوزيد نظمت وزارة الفلاحة بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ملتقا إقليميا تحت عنوان الفلاحة البيولوجية محرك للتنمية الجهوية، وتعد تونس رائدة في هذا المجال على الصعيد الإفريقي.
الفلاحة البيولوجية بسيدي بوزيد هي حادثة العهد، وقد تم تطويرها بداية من سنة 2001، وتحتوي على نباتات العطرية والبيولوجية، وقد تضمن الملتقى عديد المداخلات تمحورت حول الأنموذج التونسي للفلاحة البيولوجية كمحرك للتنمية الجهوية. المنتوج هذا معناها يسوق إلى الأسواق الداخلية والأسواق الخارجية. بعض الصعوبات يلاقيها الفلاح هو ارتفاع تكلفة المراقبة والتصديق. الفلاحة متشتين ما هماش منظمين في مجامع تنموية اللي من شأنها أن يتخفف عليهم مصاريف المراقبة والتصديق، ومن شأنها أن يتمكنهم من الانتفاع أكثر بامتيازات الدولة. عندنا تقريب 2716 متدخل من منتج ومحول ومصدر. صدرنا في 2013 ما فاق 21,000 طن من المنتوجات البيولوجية، ما يفوق 60 نوع من المنتوج. تونس أول بلد في إفريقيا يضع قانونا خاصا بالفلاحة البيولوجية، وثاني بلد في إفريقيا على مستوى المساحات البيولوجية، وأول بلد في العالم يقوم بتركيز مدرسة حقلية مختصة في الفلاحة البيولوجية، ولكن بعض الصعوبات تعترض أصحاب هذا القطاع. بالنسبة للصعوبات في القطاع تتمثل خصيصا في الترويج على المستوى العالمي اللي يتطلب تخطيط مسبق بالتنسيق مع بعض هيكل الدولة ومع الخواص. صدر البرة أكثر شيء هو للتصدير برا لأوروب، وفي نفس الوقت يلزمنا ندخل شوية شوية للمارشي لوكال اللي هو المنتوج للمارشي المحلي باش الناس تعرف الحاجات اللي تفيدها، ويلزمنا نفهموا أنه أش نستهلكوا باش نولوا عنا مستقبل للصحة للبس. وتصدر تونس أكثر من 60 نوعا من المنتجات البيولوجية موجهة إلى القارات الخمس. يشارك أكثر من 20 طبيبا بيطريا في حملة لتلقيح قطعان الماشية ضد مرض الحمى القلاعية. الحملة ما تزال متواصلة في مختلف مناطق ولاية الكاف للتوقي من هذا المرض وتوعية المربين بمخاطره. يبدو أن النقل غير جاهز. انتقل إلى النقل الموالي إذن. في سوسة وإحياء لليوم العالمي لنظافة الأيدي، نظمت وزارة الصحة ملتقا أكدت فيه على أهمية نظافة الأيدي في الوسط الصحي. التظاهرة كانت تحت شعار حفظ صحة الأيدي هو مفتاح الصحة العلاجية وعلاجه، يحد من نقل الجراثيم التي قد تؤدي إلى التعفنات بالوسط الاستشفائي وتضر بصحة الإنسان. أول ما تدخل السيرفيس لازمك تغسل يديك، هذاك كل شخص يدخل للقسم، يعني نبدأ من لوفري حتى رئيس القسم، كل أكت تعمله بعد ما تعمل الأكت هذاك لازمك تغسل يديك. دوما ندخل نغسل من غادي، قبل ما نزيد ندخل الصالة نغسل بحذاء المريض، خاطر البرودوي الموجود في الصالة مش هو نفسه اللي في اللونتري نتاع الباب. غسل اليدين يكون 100%، ده صعيب شوية حتى في البلدان المتقدمة، كل أكثر حاجة يوصلوا لها 50-60%. هذا راجع انه مع عادات تخذيت من قبل انه ما يغسلوش ايديهم مليح. وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي لحفظ صحة الايدي، نظمت ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة اليوم الوطني الخامس تحت شعار حفظ صحة الايدي هو مفتاح السلامة العلاجية. لك ثقافة غسل الايدي ماهيش طبيعية في أغلب الأحيان، لأنه الإنسان يبدأ عنده برشا خدمة، لأنه الإنسان يتنقل من مريض لمريض، لأنه في بعض الأحيان فما نقص في الإطارات يلزم يمشي يتلاها بأربع مرضى بينما هو يلزم يتلاها كان بزوز، بحيث كل مرة يغسل يديه قبل ما يدخل وبيغسل يديه بعد ما يخرج ماهيش حاجة طبيعية، يلزم نأكدوا عليها. وتجدر الإشارة إلى أن بين 75% و90% من التعفنات المرتبطة بالعلاج تنتقل عبر العدوى عن طريق الأيدي، مما يستوجب مزيد الحرص على احترام شروط حفظ الصحة. الأغلب الجراثيم المتواجدة في المستشفى يمكن أن تنقل عبر الأيدي. إحداث نقاط غسل الأيدي في كل مكان، تجهيزها بالوسائل الضرورية من صابون ومطهرات وإلى غير ذلك، وبالتالي نحب نقرب الخدمات، وبالتوازي مع هذا نعمل عملية تحسيس كبيرة باش الناس كل تنخرط بدون شروط، ونظافة الأيدي والوقاية
من التعفنات الشفائية هي مسؤولية الجميع. وتفاديا للتأثيرات السلبية للبكتيريا الاستشفائية على صحة المرضى والعاملين بالمؤسسات الصحية، ستنظم تظاهرات تحسيسية على امتداد شهر ماي الحالي. بالعودة لموضوع التوقي من مرض الحمى القلاعية، يشارك أكثر من 20 طبيبا بيطريا في حملة لتلقيح قطعان الماشية ضد مرض الحمى القلاعية. الحملة ما تزال متواصلة في مختلف مناطق ولاية الكاف للتوقي من هذا المرض وتوعية المربين بمخاطره. قوافل من 20 طبيبا بيطريا تجوب يوميا عددا من المناطق بولاية الكاف لتلقيح قطعان الماشية ضد مرض الحمى القلاعية مع ظهور أولى حالات الإصابة بهذا المرض في بلادنا. قمنا بتلقيح حوالي 6500 رأس من الأبقار وحوالي 20,000 رأس من الأغنام والمعز، والحملة هذه متواصلة، وإن شاء الله احنا بالنسبة للوقت الحاضر هي إجراءات وقائية وما استزلناش حتى حالة معناها لهذا المرض بولاية الكاف. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف أطلقت حملة للتعريف بأعراض وخطورة هذا المرض ولتلقيح قطعان الماشية في إجراءات وقائية بالرغم من عدم تسجيل إصابات في الجهة. وقاعدين كلنا الأطباء البياطرة بمنطقة الكاف بما فيهم 10 أطباء بياطرة في القطاع العام و10 أطباء بياطرة في القطاع الخاص، قاعدين كلنا ندخلوا في الحملة ذي نلقه تقريبا يوميا الصباح والعشية. وقد لقيت هذه الحملات إقبالا كبيرا من مربي الماشية، حيث تم خلال الأيام الفارطة تلقيح أكثر من 20,000 رأس في مختلف أنحاء الولاية. أول مرة معناتها كي سمعنا عباد كلها تخوفت وكل شيء، ما المرض واحد وبطبيعتنا نستنوا فيها معناتها وقتاش في أقرب وقت واحد باش يلقح الأغنام نتاعو يرتاح. وكانت المصالح المعنية قد اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية أهمها غلق أسواق الدواب لمدة أسبوع وإحكام مراقبة قطعان الماشية للتدخل عند الاقتضاء. في المهدية وفي إطار الحملة الوطنية للنظافة تم تنفيذ حملة نظافة في المنطقة السياحية شارك فيها المسؤولون الجهويون، خطوة تأتي حفاظا على سلامة المحيط واستعدادا لانطلاق الموسم السياحي. مدينة المهدية أيام قليلة قبل انطلاق الموسم الصيفي، وهي تستعد لاستقبال زوارها من المصطفين والسياح من خلال حملة نظافة يشارك فيها المديرون الجهويون لعديد المؤسسات وعلى رأسهم والي الجهة. من أجل تونس نظيفة، من أجل المهدية أنظف، ومن أجل استعداد زادة لدولة نظيفة وشعب نظيف وإن شاء الله موسم سياحي زادة نظيف. حبينا نعدوا رسالة واضحة للمواطن على أنه رو نسوا كل مسؤول عن نظافة في تونس من المسؤول الأول إلى كل سادة المواطنين والموظفين، لأنه في نهاية المطاف نحن كل المواطنين تونس ونحب نعيش في بيئة نظيفة وفي مدينة نظيفة. كذلك قمنا بتحسيس المؤسسات السياحية وكل المتدخلين في القطاع السياحي للقيام بعملية تنظيف أمام النزل من دهن الحواشي والتنظيف المناطق الخضراء والكنس وعملية التنوير في جل المؤسسات السياحية. مشاركة المسؤولين الجهويين في هذه الحملة لم يحجب غياب المواطنين، فيما خير بعض الأطفال وكذلك من الأجانب المقيمين بالمهدية المساهمة في تنظيف المدينة. نقوم يوميا بتنظيف واجهة منازلنا والرصيف والشاطئ، وما إن علمنا بهذه الحملة الكبيرة للنظافة شاركنا فيها بكل توعية. احنا جينا اليوم لحملة النظافة باش نهتموا بشاطئنا والنظافة متاعو، اون بلوس هي النظافة مش من اختصاص البلدية وهي زادة من مشمولتنا احنا، لازمنا احنا زادة نهتموا بالنظافة متاع الشاطئ متاعنا. وتبقى نظافة المحيط رهين وعي المواطن وسلوكا حضريا وجب ترسيخه لدى الناشئة من أجل مستقبل أفضل لمدينة أجمل. في مدينة الحامة من ولاية جابس تم إحداث مركز لرخص السياقة في إطار تقريب الخدمة من المواطن. تم مؤخرا إحداث مركز للامتحان في رخصة السياقة بمدينة الحامة من ولاية جابس. إحداث هذا المركز جاء بعد طول انتظار وكانت له العديد من الانعكاسات الإيجابية. الإحصائيات على 4 سنين التالي بينت كون 52% في حدود 52% من المترشحين اللي قاعدين نعدونهم في مدينة جابس وصلين مدينة الحام. كنا الإدارة فكرت ما فماش علاش باش يتنقلوا المترشحين، يولوا المهندسين يتنقلوا لهم،
في الإطار هذا معناها تقديم الخدمة للمواطن، وحتى ظروف الامتحان تولي تتحسن معناها، وينقص ديما الكلفة على المواطن اللي هي الهاجس الكبير معناها في وقتنا هذا. هي خطوة سعت من خلالها الإدارة إلى تدعيم معناها العلاقة مع المواطن والقرب أكثر وأكثر مع المواطن وتقديم خدمات خدماتها في أحسن الظروف، وهذا يسعدنا باش نجمو نكونوا أقرب من المواطنين وحرفاء الوكالة الفنية للنقل البلدي. في مدينة الحمة تجندت كل الأطراف المتدخلة من أجل توفير مختلف المستلزمات التي يحتاجها هذا المركز، وظروف اجتياز هذا الامتحان التطبيقي تبدو وبشهادة الجميع طيبة. مشاكل عديدة تحلت علينا، هو استبشرنا بالمشروع هذايا، ومن اول مشاكل هو مشاق التنقل. نعرفوا اللي يعني باش نعملوا حصه نتاع سياقه ولا زوج يتنقل التلميذ من الحامه، وخاصه المشاق الاكثر اللي هما خارجين من الحامه من الارياف. اي مهم برشا، معناها نقصنا من مصروف وزيد بلادنا نعرفها لهني، معناها الميسيكاسيون معناها ونعرفوا الطرقات الكل الحمد لله. طبيعة هي واحد في منطقته ويعرف الشوارع. مدينة الحامة من المدن الكبرى بولاية قابس، والخدمات الجديدة التي يتم توفيرها بهذه المنطقة تحد من الاكتظاظ الذي تشهده مدينة قابس. في المتلاوي التأمت الدورة 21 للمهرجان الوطني للشعر. هذه التظاهرة تم خلالها طرح عديد القضايا وأهمها مساهمة الشعر في إعادة الشغف بالكتاب الورقي. المهرجان الوطني للشعر بمعتمدية المتلوي من ولاية قفصة صافح عشاقه في الدورة 21، مصافحة عنيت بالإبداع الشعري وإشكالية القراءة. فيه مداخلات نقدية، وفيه قراءات شعرية، وفيه تكريم، وفيه رحلة سياحية إلى منطقة الثرجة. للوهم رحيل الذكرى وفضاء الآتي عبر عيون المشتاقين زقاق. ونحن نعمل دائما على نشر الشعر بين ناشئتنا وبين تلاميذنا وبين الأجيال الصاعدة، هذه الأجيال التي تتعطش إلى الشعر. لماذا يهطل المطر بحقد كامل؟ لم أعرف وأنا المصنوع من العاجي أن المطر سيشمت بكل هؤلاء. قضايا عدة طرحت في هذه الدورة، لكن معظمها كان كما جاء في إبداعات الشعراء غلب عليها طابع ثوري ليشخص أصحابه إمكانات هذا الضرب من ضروب الشعر في استدراج وإعادة الناس إلى مطالعة الكتاب الورقي. هم عذبوك وباعوا لحمك الغالي رخيصا. أدرس تلاميذي يعني في القسم، أحاول أن أقدم النص الذي يمكن أن يعاشره التلميذ ولا يمل منه. كما لم تغب اللمسات الأنثوية عن مجال الحديث هذا، لما لقضايا المرأة من معان. قضايا المرأة واضحة، المرأة بالنسبة في كتاباتها هي ثورة، ثورة لتجدد الحياة. عاصفة بلا أمطار، الريح نشيد بلا تراجيل. وجب علينا كمفكرين كإعلاميين وأيضا كشعراء أن نبحث عن طريقة تساعد أولادنا وأطفالنا للعودة للقراءة. مهرجان يعود بعد غياب طال، عودة أسس لها في الدورة الماضية وتثبتها هذه الدورة الحالية، برجاء أن تتواصل دائما بإشعاع أعظم. وفي إطار مهرجان الفرجة الحية، كان لأطفال ولاية قفصة ليلة أمس موعد مع عرض موسيقي مميز للأوركستر السيمفوني التونسي الموجه للأطفال، عرض تناغمت فيه الصور الكرتونية مع أشهر السيمفونيات العالمية. تناغمت الصور الكرتونية مع النغمات كأنما في عالم سماوي، عانق الصبية فيه بيتهوفن وموزارت وغيرهم من الموسيقيين. رحلوا مع الفهد الوردي وتشارلي تشابلن وأشهر الأبطال الكرتونية لوالت ديزني إلى أحلام طفولية عبر العرض الموسيقي للأوركسترا السيمفوني التونسي الموجه للأطفال ضمن فقرات مهرجان الفرجة الحية بقفصة. العرض هذا مجهول خصيصا باش نعرفوا موسيقى ربما جمهور صغير ما يعرفهاش، وإذا يلزم تكون فيها نوع من الحركة، يلزم يكون فيها حاجات غير عادية ما مش نشوفوها في عرض موسيقي عادي، مش الصغير اللي موجود نشوفه هنا، أطفال أعمارهم من تقريب من 3 سنين وأكثر اللي كانوا حاضرين وكانوا في أغلب الفترات منتبهين للعرض.
المقطوعات الموسيقية بتنوعها كان لها ميزة تربوية بيداغوجية غيرت نمطية الفرجة والاستمتاع لدى الجماهير، وربما أيضا غيرت حتى مفاهيم المتعة ليصل الاستمتاع لدى بعض الصغار حد الانتشاء. سمح بالقداء، منظم بالقداء، غناء سمح بروفيسيونال، أوركسترا مال الصغار، جاني مش كيف مال تاع أمس بطاف الليل بالقداء، هذا تسمى باهي للصغار. باهي بالقداء يعني حاجة جديدة، والناس رجعت تنظر للثقافة، وما بقتش يعني فما برشا حاجات، الناس ما عادش تميل للثقافة وما عادش تميل للموسيقى والفن، يعني تظاهروا باهي. عجبني برشا، عجبني أنها فما تناسق بين الصور المتحركة والموسيقى، كان عرض رائع جدا. عرض موسيقي الأول من نوعه بمدينة قفصة، رحلة وردية على بساط أحلى النغمات العالمية، ربما أسس لجيل مستمعين يعشقون الفن الجميل، عسى أن تعود أيامه أفضل مما كانت. بهذه النغمات نصل لختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بعناوينها: مقتل مشتبه به وفرار مرافقه داخل المنطقة العسكرية المغلقة في الشعامبي عند مداهمة الوحدات العسكرية لمنزل مهجور هناك. إجراءات وقائية مكثفة من قبل المصالح البيطرية في الكافتة وقيا من انتشار الحمى القلاعية في صفوف قطيع المواشي. في قفصة عرض للأوركستر السيمفوني التونسي الموجه للأطفال يستقطب جمهورا كبيرا من مختلف الأعمار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.